وللوقوف أكثر على قرار إنهاء عمل البعثة الأممية بشأن داعش في العراق لعدم الثقة بينها وبين حكومة السودان، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني. أستاذ كامل، بداية مرحبا بك. رغم أن مجلس الأمن جدد لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة بشأن داعش في أيلول الماضي لمدة عام آخر، إلا أن حكومة السودان تنهي عمل البعثة. ما الذي دفع السوداني إلى هذا القرار برأيك؟ اللي دفع السوداني هو رئيس مجلس القضاء للبعثة، ارتباطها العضوي شريك طبيعي لها هو القضاء، والقضاء يرفض التعاون مع البعثة لأسباب تتعلق بالبازار الجزائي الجاري بالعراق، والبعثة غير راضية على أساليب التحقيق والمحاسبة والمحاكمة وتنفيذ العقوبات، وهذا يحرج القضاء. محاكم التحقيق هي دكاكين البيع وشراء الملفات وحياة الناس وحرياتها وأرزاقها معروفة، والبعثة عندها ستاندر عالمي بالتحقيق والمحاسبة مرتبط ب معايير حقوق الإنسان، وهذا غير مقبول. هل تخشى حكومة السوداني كشف أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في هذه الجرائم؟ يعني رسائل دبلوماسية، أستاذ كامل، توفير الأمن، حصانة لممتلكات البعثة وحركاتها، إنهاء حكومة السوداني لعمل البعثة. هذا فقط في هذه النقطة أستاذ كامل تسمعوني؟ المسائل الأخرى تبقى بالقضاء لا يسمعني أستاذ كامل. ونتيجة أستاذ كامل، هل تعتقد أن حكومة السوداني تعمل على حماية مجرمين متهمين متورطين بجرائم معينة لذلك أنهت عمل البعثة؟ نعم، حكومة السوداني هي جزء من دولة القانون، ودولة القانون ورئيسها متهم معروفة وهي تريد تخفيه، لكن الأهم من هذا أنه القضاء لا يريد أن يكشف الحقائق، لأنه كشف الحقائق سيضعه بالمسؤولية بالتوريط حتى ما قبل داعش. يعني القضاء كان له دور بمنتوج داعش لما كان هنالك بيع وشراء واستهداف وتصفيات وكيد الدعاوى للناس وبيع المتهمين بالإرهاب، وكلها معروفة عند المحاكم الاستئناف في نينوى في حينه، حتى بل أن محاكم التحقيق كانت تعمل داخل معسكرات تابعة إلى قوات أمن الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى، لأنه غير قادرين أن يمارسوا مهماتهم بشكل صحيح في داخل المدينة، وكل الأمور كانت تجري بالتعاون والترتيب مع القوات الأمنية التابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة في حينها المالكي، ولهذا إلى يومنا هذا كل الأمور تجري بظلام في محاكم التحقيق، وهذا الأمر لا يمكن أن ينسجم مع البعثة. هل هذا يعني أن ثمة شفافية وعلانية، أن ثمة قوى إقليمية للجنات بإدارة المجني عليهم ضحايا وللشهود، وهذا غير مقبول، وهذا جئتي وراحت اللجنة ولم نسمع عنها إلا قضية واحدة مرتبطة بأحد المتهمين من حاملي الجنسية البرتغالية. أستاذ كامل، إلى الآن يعني إلى أي مدى ترى أن هناك لا زال من يدير المشهد العراقي من إيران تحديدا وحماية المسؤول الأول عن سيطرة داعش على ثلثي الأراضي العراقية نوري المالكي؟ إلى أي مدى ترى أن ذلك هو جاء أيضا متوافقا مع حالة عدم التعاون؟ لا، هم البعثة الحقيقة لم يتقربوا إلى هذا الملف، هم دائما وحتى إذا نقرأ نطاق عملهم هم بالتحديد داعمين لقابليات وقدرات القضاء العراقي، والقضاء العراقي لا يتقرب إلى قضية المالكي وهذه قضية معروفة. يعني إحنا من 2015 قدمنا شكوى مفصلة
وفيها كل الافعال الجرميه للمالكي وقيادته، والماده العقابيه مفصله ب 12 صفحه وقدمناها وقعناها انا ورحيم العقيلي في حينها، وقبلها مجلس قضاء وطلب حضورنا، وحتى لما يعني طلبنا انه حضورنا يكون بالسفارات لانه غير ضامنين على سلامتنا رفضوا وطمروها. بعدين صدر التقرير المهم من مجلس النواب اللي حدد المتهمين ومن ضمنهم وعلى راسهم نور المالكي، ولحد الان التقرير في ادراج مجلس القضاء ولن يخرج للهواء ما دام زيدان هو رئيس مجلس قضاء والمالكي بالسلطه. نشكرك شكرا جزيلا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الاستاذ كامل الحساني، كنت معنا عبر سكايب.